هات من جوه عليك اخلي. نعد كل يوم 1250 وجبه بنوزعهم. الحمد لله بيتم توزيعهم على فئات معينه. 250 وجبه لافطار الصائمين على المائده، 150 وجبه للاطفال الايتام، بقيه الوجبات توزع على الاسر المستحقه في البيوت. الناس بتوصل لغايه كل اسره في البيوت. تعاوننا مع اسس المجتمع المدني لخدمه اهلنا في رمضان اكيد شرف كبير لينا. نتمنى ان شاء الله باذن الله ان الموضوع يكون افضل ونقدم افضل خدمه ممكنه لكل الناس ان شاء الله باذن الله. بفضل الله بنقوم بتجهيز الوجبات يوميا من خلال شباب متخصصين مسؤولين عن اعداد وطهي الوجبات. بعد كده بنقوم بدور المتطوعين اللي معانا بفضل الله فريق المتطوعين اكتر من 50 متطوع بيقوموا على ان هم بيعبوا الوجبات ويبداوا يرصوها ويبداوا يوصلوها لغايه الاسر المستحقه للمنازل. فاكيد لهم مننا كل الشكر والتقدير والاحترام، ربنا يجزيهم خير.